وسعيد مساء مشاهدينا الكرام، وهذه أبرز عناوين المسائية. رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يزور مصلحة المستعجلات بمستشفى ابن سينا بالرباط، ويؤكد على ضرورة اليقظة في مواجهة فيروس H1N1. وعشية الاحتفال باليوم العالمي لمحاربة داء السرطان، أرقام المصابين في ارتفاع، حيث تسجل 40,000 حالة جديدة سنويا في العالم. والدخلة تحتضن الحدث الرياضي الصحراوي 2019، والذي يكرس استمرارية تعزيز مبادئ التحدي النسائي والنهوض بقيم التضامن والتآزر. والمكتبة الوسائطية للمعهد الفرنسي بالرباط تختار تيمة الفن والإعاقة، وتعرض لوحات 3 فنانين تشكيليين من ذوي الاحتياجات الخاصة. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم ضمن آخر عرض إخباري لنهار اليوم مباشرة من القناة الثانية. الوضعية الوبائية ببلادنا متحكم فيها ولا تدعو للفزع، ذلك ما أكده رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال زيارة قام بها اليوم برفقة وزير الصحة إلى مصلحة المستعجلات بمستشفى ابن سينا بالرباط. العثماني دعا أيضا إلى الحفاظ على اليقظة في مواجهة فيروس H1N1. الروبورتاج لعبد الحفيظ المنور ومروان كباس. رئيس الحكومة ووزير الصحة في زيارة ميدانية لمصلحة المستعجلات الطبية الاستشفائية بمستشفى ابن سينا بالرباط ومستشفى الأطفال للاطمئنان على الوضعية الوبائية بعد ظهور حالات الإصابة بفيروس الإنفلونزا، وضعية يدعو معها رئيس الحكومة إلى المزيد من اليقظة. طمأن على التعبئة اللي كاينة بالنسبة لبعض الأمراض المرضى في هذا الموسم ديال اللي كيكون فيه الزكام كثير. بغيت نطمئن بأن الحالة الوبائية في المغرب حالة شبيهة للسنوات الماضية، بأن الحمد لله الأطقم الطبية ووزارة الصحة معبئين جميع الحالات اللي كتستلزم واحد العناية خاصة. الحالات التي تعاني الإنفلونزا وضعيتها لا تدعو للقلق وفق وزير الصحة والأطقم الطبية، كما أن التعبئة عالية للتكفل بالمصابين. الحالات اللي عندنا هي حالات ديال لا غريب، مي حالات عاديه اللي كنشاهدوا كل موسم، اللي البرونوستيك فيتال يعني الحالات ماشي خطيره. نريد ان نقوي اليقظه، المساله الاساسيه، ونقوي من التحسيس ما يتعلق بالوقايه دائما، خاصه بالنسبه للاشخاص اللي يقدروا يكونوا اكثر عرضه للمضاعفات أو حاملين أمراض أخرى. وكانت وزارة الصحة أشارت في بلاغ لها إلى تسجيل 58 حالة إصابة بالتهابات تنفسية حادة أدت إلى وفاة 11 شخصا كانوا يعانون من عوامل هشاشة صحية، فيما تماثل 15 آخرون للشفاء، ولا يزال 32 مريضا يتلقون العلاج. بارتباط بالمجال الصحي، دائما دول المعمور تحتفل يوم غد باليوم العالمي لمحاربة داء السرطان، وأرقام المصابين في ارتفاع، حيث تسجل 40,000 حالة جديدة سنويا. وأكثر السرطانات انتشارا بالنسبة للرجال سرطان الرئة والبروستات، وبالنسبة للنساء الأكثر شيوعا هو سرطان الثدي وعنق الرحم. الروبورتاج جهان دوبلالي ويوسف لطفي. بعد كشفها المبكر لسرطان القولون والكبد منذ 3 سنوات، بدأت غزلان تتمثل للشفاء من هذا المرض الصامت، وذلك بعد مجموعة من العمليات الجراحية وحصص الأشعة والكيماوي. سي فري سيتي ان كازا ما تري ديفيسيل، ما نقولكش انا كانت عندي الام ديالي مات بهذا المرض، الاخت ديالي مات بهذا الامر، دونك نهار اللي جاني هذا المرض جاتني بحال شي صاعقه. درت لا شيميو ديالي، من بعد جات المرحله ديال الجراحه، دونك خضعت لثلاثه ديال العمليات الجراحيين. كلما تكتشف السرطان في واحد الوقت مبكر فان نتائج العلاج كتكون احسن
ونعطي مثال سرطان الثدي، ان الا اكتشفناه في واحد الوقت مبكر جدا فانه يقدر يتشافى اكثر من 90%. 40,000 حالة جديدة لمرض السرطان بكل أنواعه تسجل سنويا بالمغرب، فما هي أنواع السرطان الأكثر شيوعا؟ بالنسبة للرجل كيجينا في المرتبة الأولى سرطان الرئة بواحد النسبة ديال 23%، كيجي موراه سرطان البروستات بواحد النسبة ديال 13%. بالنسبة للنساء السرطان اللي كيجي في المرتبة الأولى هو سرطان الثدي وبواحد النسبة ديال 36%، تابعوا سرطان عنق الرحم بواحد النسبة ديال 11%. العلاج من هذا المرض أصبح متاحا ويتطور بشكل مستمر، سواء تعلق الأمر بالمستشفيات العمومية أو القطاع الخاص من خلال المعدات والآليات الحديثة التي تحارب هذا الداء. فيما يخص جودة العلاجات المقدمة، هناك تطور كبير ومدقق متعلق بالآليات، ولعل هذا الجهاز لخير دليل على ذلك، حيث يصور تموضع الورم بدقة مليمترية، أمر لم يكن ممكنا من قبل. هي مراحل علاجية يقطعها المصاب بداء السرطان، حيث نسبة مهمة تتماثل للشفاء الكلي بعد العلاج الكيماوي الذي يتفاعل بشكل عام ويقتل جميع الخلايا السرطانية بالجسم. متاعب دول بعض دول العالم مع سوء الأحوال الجوية وهذه الأيام مستمرة، حيث تسببت موجة تساقط الثلوج بكل من بريطانيا وإيطاليا في اضطرابات واسعة في حركة النقل، حيث سدت الطرقات خلال اليومين الماضيين، وظل العديد من السائقين عالقين في عدد من المحاور الطرقية، فيما حولت فيضانة غير مسبوقة منذ قرن الشوارع إلى أنهار وأجبرت الآلاف على مغادرة منازلهم في شمال شرق أستراليا. بخصوص الأزمة الفنزويلية، باريز وصفت اليوم بالمهزلة اقتراح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إجراء انتخابات تشريعية مبكرة ردا على ضغوط المعارضة والغرب، فيما تنتهي اليوم مهلة حددتها 6 دول من الاتحاد الأوروبي للدعوة إلى انتخابات رئاسية. مبارك الإبراهيم. أخيرا الرئيس الفنزويلي نيكولا مادورو يخضع للضغوط الأجنبية باقتراح تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها لتجنب تهديد الاتحاد الأوروبي وباقي الدول الغربية بالاعتراف بخوان كيدو رئيسا بالوكالة. توصلت إلى قناعة أن علينا إعادة الشرعية إلى السلطة التشريعية في البلاد عبر تنظيم انتخابات حرة وبضمانات، وعلى الشعب أن يختار جمعية وطنية جديدة. 6 دول من الاتحاد أعطت الرئيس مادورو مهلة 8 أيام لتنظيم انتخابات رئاسية. الرئيس مادورو انتظر إلى آخر لحظة المهلة الممنوحة له لاقتراح تنظيم هذه الانتخابات وليس انتخابات رئاسية كما دعا إلى ذلك الاتحاد الأوروبي. مادورو أمام تحديات داخلية وخارجية لا تقل إحداهما عن الأخرى خطورة. داخليا أعلن في تجمع لأنصاره عن رفع عدد الجنود ودعا أفراد الميليشيات إلى الانخراط في الجيش، وخارجيا يحاول مادورو باقتراح انتخابات تشريعية امتصاص مواقف الدول الغربية المعارضة. مادورو يريد من وراء الانتخابات في حال تنظيمها التخلص من المعارضة التي تسيطر على السلطة التشريعية. تحديات زعيم المعارضة الرئيس بالوكالة خوان كيدو لا تقل تعقيدا. صحيح أنه دوليا يتمتع بتأييد الغرب والولايات المتحدة، لكنه داخليا في وضع تبقى فيه مصداقية أقواله بتقديم المساعدات لفقراء فنزويلا وما أكثرهم في ظل الأزمة التي تمر منها البلاد، مرتبطة بمدى التزام الولايات المتحدة وباقي الدول الأوروبية بتقديم الإعانة الغذائية كما وعدت بذلك. توجد نقاط لجمع المساعدات الإنسانية في البرازيل وكولومبيا وأيضا في إحدى جزر الكاريبي غير بعيد عن السواحل الفنزويلية. استمرار الصراعات السياسية الداخلية والتنافس على الرئاسة أغرقت البلاد في دوامة اقتصادية بدأت بوادرها مع تراجع أسعار النفط واستمرت في التغلغل. فنزويلا تعاني من نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية، فيما يستمر التضخم في الصعود بشكل مخيف، فنسبة تضخم البوليفار بلغت 10 ملايين% في 2019. وفي الجزائر أعلن قادة أحزاب التحالف الرئاسي الأربعة أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
سيكون مرشحهم للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 من شهر أبريل المقبل. وأكدت هذه الأحزاب في بيان مشترك تلا اجتماعا لها أن اتفاقها على تشكيل أو على ترشيح الرئيس المنتهية ولايته جاء بعد تأكيد على الالتزام بتجسيد أهداف التحالف الرئاسي الرامية إلى دعم الرئيس بوتفليقة ومرافقة برنامجه لمواصلة ما سماها البيان مسيرة الإصلاح والتنمية. نعود وطنيا في الشأن الحزبي، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي عقد صباح اليوم بالدار البيضاء أشغال مجلسه الوطني في دورته العادية. وحول أهم ما تناوله هذا الاجتماع نتابع تصريح عبد السلام العزيز الأمين العام للحزب. هذه كما قلتم دورة عادية للمجلس الوطني للمؤتمر الوطني الاتحادي، وهي كتناقش اولا الوضع الوطني بصفه عامه في علاقته بما هو دولي اليوم. كيبان هناك متغيرات دوليه كبيره جدا، هناك عوده ديال الحرب البارده، هناك واحد النوع ديال البروز ديال الشعبويه بصفه عامه، وواحد النوع ديال التوتر على المستوى مجموعه الجهات. كذلك هناك وضع وطني مازال فيه واحد النوع ديال الانحباس، مازال واحد النوع ديال التوتر. ثالثا القضايا الداخليه ديال الحزب والقضايا المتعلقه بالبرنامج العمل ديال هذه السنه هذه على المستوى التنظيمات المحليه والجهويه ديال الحزب. في الشأن النقابي، الحوار والاجتماع يجمع دورة المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، هذه هي المركزية النقابية، والتي كانت قد انسحبت من الحوار الاجتماعي، دعت إلى تحسين العرض الحكومي بما يستجيب لتطلعات الشغيلة. روبورتاج عبد الحفيظ المنور والمولودي زندي. أشغال دورة المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب توقفت عند الحوار الاجتماعي والذي يعرف فتورا بعد انسحاب المركزيات النقابية من الحوار مع الحكومة بسبب ضعف العرض المقدم. هناك ظروف كما تعلمون، ظروف استثنائية، ظروف خاصة، خاصة على مستوى الحوار الاجتماعي الذي يعيشه أو تعيش أطواره النقابات في هذه الفترة، والتي شهد كما علمتم وتعلمون شهد توقفا وشهد اضطرابا وشهد تلكؤا من الطرفين. دورة المجلس الوطني تميزت بنقاش موسع بين مناضلي هذه المركزية النقابية حول الأوضاع الداخلية وموقف النقابة من الأداء الحكومي فيما يتعلق بالملفات الاجتماعية. مناسبة لتقييم مسار الحوار الاجتماعي، وتكون مناسبة لمدارسة شنو هي الخطوات المقبلة في ظل هذا الوضع هذا من أجل الحلحلة ديالو، لا من ناحية ديال الوضع ديال الحوار الاجتماعي ولا من ناحية ديال الوضع الاجتماعي بشكل عام. الدورة التي عقدت تحت شعار إنجاح الحوار الاجتماعي مسؤولية مشتركة ودعامة أساسية لتكريس السلم الاجتماعي، تميزت أيضا بالتأكيد على موقف النقابة من الحوار والتي تدعو لتحسين العرض الحكومي المقدم لياقة لتطلعات الطبقة الشغيلة. تعزيز القدرة القيادية للنساء ومشاركتهن في الحياة السياسية وفي مراكز صنع القرار، مواضيع اختارتها فيدرالية رابطة حقوق النساء وإحدى جمعيات دعم المرأة كمحور رئيسي للجامعة الجهوية السادسة بجهة الرباط صلاة القنيطرة. تظاهرة نظمت على مدى يومين بالخميسات وحضرتها فاعلات جمعويات وسياسيات إلى جانب شباب الأحزاب. مريم ملان والربورتاج. 81 مقعدا للنساء في مجلس النواب من أصل 395 و13 مقعدا من بين 120 عضوا في مجلس المستشارين، تمثيلية سياسية ضعيفة للنساء لا تنسجم مع حقوقهن الدستورية. ودفاعا عن المبدأ الدستوري للمناصفة عقدت هذه الجامعة الجهوية في دورتها السادسة. الموضوع العام هو تعزيز المشاركة السياسية ديال المرأة وتقوية القدرات المرأة من أجل تمكينها من وصول المراكز صنع القرار. وما بين المحاور الأساسية اللي تناقشت في اليومين في هذه الجامعة، المحور اللي وجد مهم هو واحد اللجنة قانونية اللي كيلزمها قانون الأحزاب، إحداث لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص داخل الأحزاب السياسية. المدخل من أجل تحسين من التمثيلية السياسية للنساء هي إصلاح مدونة الأسرة
خصو يكون مواكب الإصلاحات التشريعية في مجال يعني إصلاح المنظومة الانتخابية. جلسات نقاش وورشات كانت ضمن برنامج هذه التظاهرة، في صلبها تقييم السياسات الترابية الجهوية والإقليمية والمحلية في مجال المساواة ومقاربة النوع، وللبحث عن الإجابات والحلول لضعف حضور المرأة في مواقع القرار. أبرز النقط التي تطرقنا إليها في هذا التكوين هو إشكالية النوع بالدرجة الأولى، ثانيا العوائق والإشكالات التي تعاني منها المرأة في التنظيمات السياسية سواء اليسارية أو اليمينية. قلنا مسألة المساواة بحيث أن المرأة اليومين هذا بقى كتعرض لبزاف العوائق، منها العقلية الذكورية المهيمنة. المشاركة السياسية للنساء ومقاربة النوع الاجتماعي، نقاش متجدد إذن لتحقيق الأفضل لفئة تمثل نصف المجتمع، هي كذلك مدخل لتجديد الممارسة السياسية بالمغرب بحضور قوي للمرأة. منظمة الصحة العالمية طلبت بعض الدول العربية وبينها المغرب بإلغاء فحوصات كشف العذرية لما لها من انعكاسات على صحة المرأة، والمطالبة أحدثت جدلا مجتمعيا بين مؤيديها ومعارضيها. والجمعية المغربية للعلوم الجنسية دخلت على الخط لتراسل وزارة الصحة التي لم تدلي بأي رد في الموضوع. ريبورتاج شيماء العلام ومحمد ماكري. ملف كشف العذرية بكل ما يحمل من حساسية لا أساس له علميا وطبيا، الكلام هنا لمنظمة الصحة العالمية. منع اختباره ومطالبة دول عربية من بينها المغرب بإلغائه خلق سجالا مجتمعيا بين مؤيد ومعارض. فحوصات اللي كتبت العذرية تقدر تكون عندها أثار سلبية ونفسية على أثار المرأة. أحسن تكون شهادة ديال العذرية، انا كيقدر يتزوج بها راجل ولا شي حاجه وكيقول من بعد كتجي المده يعايرها. كشف يرى فيه بعض الاطباء تشهير بالحاله وعدم احترام مبادئ الطب المتمثله في السريه. هذا الفحص ما عنده حتى شي مكانه طبيه، اذا وهذا الفحص فعلا محفوف بعض المخاطر. مخاطر اشنا هي؟ الاولى مخاطر نفسانيه كالاحباط كالاكتئاب كالاحساس بالذل. ثانيا ملي كيكون قصري وبالطريقة اللي كيدوز بها هذاك الفحص يقدر يؤدي إلى مضاعفات في الحياة الجنسية ديال الفتاة. مشروع قانون يهدف إلى إلغاء هذه الشهادة قدمته الجمعية المغربية للعلوم الجنسية إلى وزارة الصحة بغية عدم تقديمها إلا في القضايا المتعلقة بالاغتصاب والطب الشرعي، لا سيما أن القانون المغربي لا يشترطها في إبرام عقد الزواج. مدونة الأسرة لا تتحدث عن العذرية على الإطلاق، وإنما تتحدث عن نصوص لا ارتباط لها على الإطلاق بالعذرية. معلاش قيمة أنه اللي كدير شهادة كتعطيها لواحد السيدة كتقدر عندها على حسب نوع البكارة تقدر ما يكونش نزيف، وبالتالي كتولي هذيك الشهادة اللي دايرة حاطة الطبيب في واحد المأزق. وبالتالي حنا كنطلبنا أن باش هاد الشهادة ما تبقاش تعطى من طرف الطبيب، لأن كاين دول عربية مثلا اللي لغات هاد شهادة العذرية. درنا ولكن ما تلقيناش جواب من وزارة الصحة. وبدورنا قمنا بمراسلة وزارة الصحة لمعرفة موقفها من قرار رفض مجموعة من الأطباء لإجراء هذا الفحص لما له من انعكاسات، من دون أن نتلقى أي رد إلى حدود الساعة. الحدث الرياضي الصحراوي في دورته الخامسة المقامة بالداخل يشكل تكريسا لاستمرارية تعزيز مبادئ التحدي النسائي والنهوض بقيم التضامن والتآزر. حوالي 40 جمعية تشارك في هذا التحدي الرياضي بطعم إنساني من أجل توفير مساعدات لفئة النساء والأطفال. ريبورتاج زكريا عبد المجيد ونزار بوحوت. أكثر من 80 مشاركة يمثلن عددا من الدول الإفريقية والأوروبية والأمريكية التأمن بالدخل في منافسات رياضية بطعم إنساني. الصحراوية فلسفة تقوم على التطوع من أجل التضامن النسوي خصوصا لفائدة الفئات الهشة. الأولات اللي غادي يربحوا يتمشوا بواحد المبلغ اللي تمشي للجمعية ديالهم اللي مشاركين من أجلها، وكاين واحد المبلغ اللي تمشي حنايا للتضامن مع سوليداريتي فيمينين ديال مدام شنا ومع لو روبان روز.
حوالي 40 جمعية تمثلها المشاركة في هذه المنافسات عبر فريق ثنائي يهدف إلى حصد الجوائز الأولى لفائدة الجمعية التي يدافع عنها. نمثل جمعية ميشينو شير فيرجي لمرضى القلب التي تأسست سنة 96 و1000 والتي تشتغل أساسا على دعم أطفال القارة السمراء الذين يعانون من تشوهات على مستوى القلب. لحد الآن استفاد من خدماتها 3024 طفلا. زوال اليوم أعطيت الانطلاقة الرسمية لسباق الصحراوي طيلة أسبوع تتواصل بالداخل المنافسات الرياضية النسائية لتعزز أكثر ثقافة التضامن وقيمة التكافل. أخيرا، المكتبة الوسائطية للمعهد الفرنسي بالرباط اختارت لشهر فبراير الجاري تيمة الفن والإعاقة، وعرضت بالمناسبة لوحات 3 فنانين تشكيليين من ذوي الاحتياجات الخاصة تشجيعا لهم على المضي قدما في مشوارهم الفني. عودة إلى شيماء العلا. لوحات تنبض بالجمال والحياة الإرادة والتحدي لثلاثة فنانين تشكيليين من ذوي الاحتياجات الخاصة، عشقوا الفن فاختزلوه في أعمال تبعث الأمل في النفوس. كنرسم تنكون فنرشح وتندير داكشي اللي جينا على بالي ترسمه. يجيو الناس يشوفوا الاعمال ديالهم، يبينوا الاعمال الفنيه ديالهم اللي كينجزوها في خلال الورشات بالجمعيه، وهي فرصه ايضا باش نعطيو واحد نفس جديد للفن التشكيلي. أعمال داعبت مخيلتهم وألهمت رحلتهم لتؤسس المكتبة الوسائطية للمعهد الفرنسي بالرباط. كيجيو كيشتغلوا بحرية وكيبدعوا في محترفات ديالهم، وفي نهاية المطاف كتكون كما كنقولوا اون سويت دارسيست، يعني قضية كيحملها الشخص وكيبدع بها. المعهد الفرنسي يضع في كل شهر تيمة يشتغل عليها، وفي شهر فبراير أردنا أن نخصصه للفن والإعاقة. هي إذن رسومات تحدوا من خلالها الواقع الصعب بفضل إرادة قوية وموهبة كسرت قيود الإعاقة الجسدية. وقبل الختم، من بين أبرز ما ورد في مسائية هذه الليلة تأكيد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بأن الوضعية الوبائية ببلادنا متحكم فيها ولا تدعو للفزع. جاء ذلك خلال زيارة قام بها اليوم برفقة وزير الصحة إلى مصلحة المستعجلات بمستشفى ابن سينا بالرباط. العثماني جدد أيضا التأكيد على الحفاظ على اليقظة في مواجهة فيروس H1N1. نهاية المسائية، إن لكم أجمل تحايا وفي أمل.